يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف تاني بارتي من الكور دو شابيتر راسين كاري. رح بلش أنا بالسيمبليفيكاسيون دا راديكال. بيقول لي بور تو ريال أ بوزيتيف إي بي بوزيتيف، أنا راديكال للأ أو كاري فوا بي سي إيكال راديكال دو أ أو كاري فوا راديكال دو بي سي إيكال أ راديكال دو بي. بوركوا؟ انا بعرف اذا كان عندي ملتيبليكاسيون بقلب الراديكال لدون نمبر بوزيتيف. بار اكزومبل راديكال دو اكس فوا ايغريك، فيني اكتبها انا راديكال دو اكس فوا راديكال دو ايغريك. يعني راديكال للا او كاري فوا بي بقدر اكتبها راديكال للا او كاري فوا راديكال دو بي. الا او كاري بما انه عندها اكسبوزون بير بتطلع برات الراديكال بتصير ا. يعني راديكال للا او كاري فوا راديكال دو بي سي ايغال ا راديكال دو بي. بنشوف دو اكزومبل. بار اكزومبل إذا بدي أعمل الآن سيمبليفيكاسيون للراديكال دي 18، أول شيء حتى بين الإكسبوزون بير بقسم 18 أون فاكتور برومي سي إيكال راديكال للدو فوا تلوا أو كاري. اللي بيطلع برات الراديكال هي التلوا أو كاري اللي عندها إكسبوزون بير، بتطلع برات الراديكال بقسم الإكسبوزون تبعيتها على دو، بصير عندي تلوا برات الراديكال وبقلب الراديكال بتفضل الدو. يعني أنا ما بقدر أطلع من قلب الراديكال غير البويسونس اللي عندها الإكسبوزون بير. بنشوف اكزامبل تاني راديكال للكارون ويت. كمان حتى اعمل سيمبليفيكاسيون لهيدا الراديكال بقسم الكارون ويت اون فاكتور برومي، بصير عندي راديكال للدو اكسبوزون 4 فوا 3. الدو اكسبوزون 4 عندها اكسبوزون بير، بتطلع برات الراديكال، حتطلع برات الراديكال بقسم الاكسبوزون تبعيتها على دو، يعني برات الراديكال بتصير دو او كاري. بفضل عندي بقلب الراديكال 3، ما بتطلع برات الراديكال لان ما عندها اكسبوزون بير. دو او كاري يعني 4، بصير عندي الريبونس ايجال 4 راديكال دو 3. الاكزامبل 3 راديكال ل 320. كمان حتى اعمل سيمبليفيكاسيون لهيدا الراديكال بقسم 320 ان فاكتور بروميي، بصير راديكال ل 2 اكسبوزون 6 فوا 5. دائما اللي بيطلع برات الراديكال هو اللي عنده اكسبوزون بير. انا بهيدا البرودوي اللي عنده اكسبوزون بير هو 2 اكسبوزون 6، طلع برات الراديكال. حتطلع برات الراديكال بقسم الاكسبوزون تبعيتها على 2، يعني برات الراديكال بتصير 2 اكسبوزون 3 وبتضل 5 بقلب الراديكال. 2 اكسبوزون 3 سي ايغال 8، يعني الريبونس ايغال 8 راديكال دو 5. بالاكزامبل 4 عندي راديكال 252. كمان حتى اعمل سيمبليفيكاسيون بقسم 252 ان فاكتور برومي، بتطلع 252 هي 2 او كاري فوا 3 او كاري فوا 7. كمان هون بما انه عندي برودوي بقدر اطلع برات الراديكال. اللي بيطلع برات الراديكال هو بس اللي عنده اكسبوزون بير، يعني الدو او كاري والتروا او كاري. حتى طلع برات الراديكال بقسم الاكسبوزون تبعيتن على دو، يعني برات الراديكال بصير عندي دو فوا تروا وبتضل السات بقلب الراديكال لان ما عندها اكسبوزون بير. دو فوا تروا سي ايغال 6، يعني ريبونس سي ايغال 6 راديكال دو 7. بالاكزامبل 5 راديكال دو 27. كمان حتى اعمل سيمبليفيكاسيون لهيدا الراديكال بقسم ال 27 اون فاكتور برومي. ال 27 هي 3 او كوب. بلاحظ انا هون ما عندي اكسبوزون بير، ولكن انا فيني جزئ ال 3 او كوب ل 3 او كاري فوا 3 حتى بين الاكسبوزون بير. يعني بصير عندي بقلب الراديكال 3 او كاري فوا 3. هلا ال 3 او كاري عندها اكسبوزون بير، طلع برات الراديكال وهي ال 3 بتضل بقلب الراديكال. يعني بصير عندي 3 راديكال دو 3. طلعت التروا او كاري برات الراديكال هي تروا، والتروا الثانية ضلت بقلب الراديكال بما انه ما عندها اكسبوزون بير. اوسي ان اوتر اكزومبل راديكال دو 32. اون ديكومبوز 32 اون فاكتور بروميي هي 2 اكسبوزون 5. ال 5 مانا بير. بما انه ال 5 مانا بير هيدي البويسونس لازم جزئها. بقدر اكتبها انا 2 اكسبوزون 4 فوا 2. ال 2 اكسبوزون 4 عندي اكسبوزون بير بتطلع برات الراديكال والدو التاني بتضل بقلب الراديكال. دو اكسبوزون 4 حتطلع برات الراديكال بقسم الاكسبوزون على دو، يعني بتطلع برات الراديكال بتصير دو او كاري، يعني سي ايجال 4 راديكال دو 2. بالاكزامبل 7 عندي راديكال دو 24. كمان حتطلع برات الراديكال واعمل سيمبليفيكاسيون، بدي اقسم ال 24 اون فاكتور برومي. ال 24 بنكتب معي 2 او كوب فوا 3. هلا بلاحظ انا هيدول اثنين ما عندهم اكسبوزون بير، ولكن فيني جزئ دو او كوب ل دو او كاري فوا 2، بصير عندي بقلب الراديكال دو او كاري فوا 2 فوا 3.
اللي بيطلع برات الراديكال هو السالمون اللي عنده اكسبوزون بارين دو او كاري. بتطلع برات الراديكال بتصير دو، وبقلب الراديكال بفضل عندي دو فوا تروا، دو فوا تروا يعني سي ايجال سيس، يعني الريبونس هو دو راديكال دو سيس. ان اوتر اكزومبل اوسي راديكال لا 200. نحن بنعرف بقلب الراديكال بس يكون عندي نوبر كي سي تيرمين بار زيرو، بكتبه سو لا فورم دان اونتيي ملتيبليي بار اون بويسونس دو 10. والافضل تكون الاكسبوزون لا بويسونس 10 هي اكسبوزون بير حتى اقدر اطلع برات الراديكال. يعني الراديكال لا 200 بقدر انا اكتب 200 هي 2 فوا 10 او كاري. ال 10 او كاري عندها اكسبوزون بير بتطلع برات الراديكال، وال 2 بقى فيني اعملها ديكومبوزيسيون ان فاكتور برامي لان هي برامي. يعني الوحيد اللي بيطلع برات الراديكال هو ال 10 او كاري، بصير عندي برات الراديكال 10 بقلب الراديكال بتضل ال 2، يعني الريبونس هو 10 راديكال دو 2. اوسي ان اوتر اكزومبل راديكال لا 30000، كما هيدي بكتبها سو لا فورم دان اونتيي ملتيبليي بار اون بويسونس دو 10. يعني بقلب الراديكال بصير عندي 3 فوا 10 اكسبوزون 4. ال 3 ما بقى فيني اشتغل فيها شيء لان هي بريمير. ال 10 اكسبوزون 4 عندها اكسبوزون بير بتطلع برات الراديكال، حتطلع برات الراديكال بقسم الاكسبوزون تبعيتها على 2، بصير عندي برات الراديكال 10 او كاري، وبقلب الراديكال بتفضل ال 3. 10 او كاري يعني 100، يعني سي ايجال 100 راديكال دو 3. اكيد انا بقسم الاكسبوزون مره واحده، يعني ها اذا عندي 10 او كاري ولكن هي برات الراديكال ما بقسم الاكسبوزون تبعيتها على 2، هيدي بعمل لها كالكول بتطلع ايجال 100. اوسي ان اوتر اكزومبل راديكال 0.02. نحن صرنا بنعرف بس يكون عندنا فيرجل بقلب الراديكال بشيل الفيرجل وبكتب بقلب الراديكال سو لا فورم دان اونتيي ملتيبليي بار اون بويسونس دو 10. 0.02 هي 2 فوا 10 اكسبوزون موان 2. ال 2 برومي ما فيني اشتغل فيها شيء. ال 10 اكسبوزون موان 2 عندها اكسبوزون بير بتطلع برات الراديكال، حتطلع برات الراديكال بقسم الاكسبوزون تبعيتها على 2، بصير عندي برات الراديكال 10 اكسبوزون موان 1، بتضل ال 2 بقلب الراديكال، يعني سي ايجال 0.1 اللي هي 10 اكسبوزون موان 1 راديكال دو 2. الاكزومبل اللي بعده راديكال ل 0.0018. كمان عندي فيرجل بقلب الراديكال، بشيل الفيرجل بكتب 0.0018 سو لا فورم دان اونتي اللي هو 18 ملتيبليي بار اون بويسونس دو 10 اللي هي 10 اكسبوزون موان 4. هلا 10 اكسبوزون موان 4 عندها اكسبوزون بير بتطلع برات الراديكال، ال 18 فيني اعملها ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي. يعني حتى كمل شغل انا بعمل اول شيء ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي لل 18. ال 18 هي 2 فوا 3 او كاري. هلا ال 2 بتضل بقلب الراديكال، ال 3 او كاري وال 10 اكسبوزون موان 4 هدول اثنيناتهم بيطلعوا برات الراديكال لان اثنيناتهم عندهم اكسبوزون بير. ال 3 او كاري بتصير برات الراديكال 3. ال 10 اكسبوزون موان 4 بتطلع برات الراديكال 10 اكسبوزون موان 2، وبتبقى 2 بقلب الراديكال. 3 فوا 10 اكسبوزون موان 2 هي 0.03، يعني الريبونس هو 0.03 راديكال 2. هيك بنكون نحن شفنا كيف بنعمل سامبليفيكاسيون للراديكال، وشفنا دو اكزومبل. ننتقل على بارتي جديده اللي هي الاديسيون دو راديكو. بيقول لي بور تو ريال ا بلي غران ايغال ا 0، انا x radical de a plus y radical de a égal x plus y radical de a. بده يكون عندي نفس الراديكال حتى اقدر اجمعهم. كيف بجمع اثنين راديكو؟ بجمع بس الكوفيسيون. ستادير x radical de a plus y radical de a سي égal x plus y radical de a. بنشوف اكزومبل. بار اكزومبل 3 radical de 2 plus 5 radical de 2. هون عندي نفس الراديكال اللي هو radical de 2. حتى اجمعهم بجمع بس الكوفيسيون 3 مع 5، يعني بصير عندي 3 بلس 5 راديكال دو 2، يعني سي ايجال 8 راديكال دو 2. ان اوتر اكزومبل 4 راديكال دو 3 بلس 5 راديكال دو 3. بما انه عندي نفس الراديكال يعني هيدول سومبلاب بقدر اجمعهم. حتى اجمعهم بجمع بس الكوفيسيون، يعني سي ايجال 4 بلس 5 راديكال دو 3، يعني سي ايجال 9 راديكال دو 3. اوسي ان اوتر اكزومبل إذا عندي راديكال دو 5 بلس 7 راديكال دو 5. هون عندي نفس الراديكال اللي هو راديكال دو 5، يعني هيدول بجمعهم. حتى اجمعهم بجمع الكوفيسيون. هون الكوفيسيون هو 1، يعني سي ايجال 1 بلس 7 راديكال دو 5، يعني سي ايجال 8 راديكال دو 5.
الاكزامبل اللي بعده اذا عندي راديكال دو 20 بلس 4 راديكال دو 5 هيدول مثل ما هن ما بينجمعوا لان ما عندي نفس الراديكال بهالحاله شو بعمل انا بعمل سامبليفيكاسيون لكل واحد من الراديكو هلا الراديكال الثاني بقلبه في عندي نومبر برومي ما بنعمله سامبليفيكاسيون بعمل سامبليفيكاسيون للراديكال دو 20 حتى اعمل سامبليفيكاسيون للراديكال دو 20 بقسم ال 20 ان فاكتور برومي يعني بتصير هيدي الاكسبريسيون ايغال راديكال لل 2 او كاري فوا 5 محل ال 20 بلس 4 راديكال دو 5 بتضل مثل ما هي هلا هون ال 2 او كاري عندها اكسبوزون بير بتطلع لبرا بتصير 2 بصير عندي 2 راديكال دو 5 بلس 4 راديكال دو 5 انتبهنا صار عندي نفس الراديكال هلا صار فيني اجمعهم حتى اجمعهم بجمع الكوفيسيون بيطلع سي ايغال 2 بلس 4 يعني 6 راديكال دو 5 aussi un autre exemple عندي راديكال دو 50 بلس راديكال دو 18 كمان هيدا حتى اجمعهم لازم يكون عندي نفس الراديكال لهيك انا بعمل سامبليفيكاسيون لكل واحد من هيدول الراديكو بقسم ال 50 اون فاكتور برومي وبقسم ال 18 اون فاكتور برومي بصير عندي راديكال لل 2 فوا 5 او كاري اللي هي 50 بلس راديكال لل 2 فوا 3 او كاري اللي هي 18 هلا ال 5 عندها اكسبوزون بير بتطلع برات الراديكال وال 3 عندها اكسبوزون بير بتطلع برات الراديكال بصير عندي 5 راديكال دو 2 اول راديكال بلس 3 راديكال دو 2 ثاني راديكال بما انه صار في عندي نفس الراديكال اللي هو راديكال دو 2 هيدول بينجمعوا حتى اجمعهم بجمع الكوفيسيون بيطلع سي ايغال 8 راديكال دو 2 aussi un autre exemple راديكال دو 32 بلس راديكال دو 200 كما حتى اقدر اعمل اديسيون للراديكو لازم يكون عندي نفس الراديكال لهيك انا بقسم ال 32 اون فاكتور برومي حتى اعمل سامبليفيكاسيون للراديكال وال 200 بكتبها هي 2 فوا 10 او كاري لان عندي انا نومبر كي سي تيرمين بار 0 يعني سي ايغال راديكال ل 2 اكسبوزون 5 دغري بجزاء 2 اكسبوزون 4 فوا 2 وال 200 بكتبها 2 فوا 10 او كاري هلا 2 اكسبوزون 4 بتطلع برات الراديكال بتصير 2 او كاري وبيضل عندي 2 بقلب الراديكال هذا بالنسبة لأول راديكال الراديكال الثاني بتطلع 10 او كاري برات الراديكال بتصير 10 وبتضل 2 بقلب الراديكال يعني هيدي الاكسبريسيون بتساوي 4 راديكال دو 2 بلس 10 راديكال دو 2 بما انه عندي نفس الراديكال اللي هو راديكال دو 2 حتى اجمعهم بجمع الكوفيسيون بيطلع سي ايغال الور 14 راديكال دو 2 aussi un autre exemple اذا عندي 21 راديكال ل 0.12 بلس 15 راديكال ل 0.0048 اكيد هيدول ما بينجمعوا لانهم ما نفس الراديكال حتى يصير عندنا نفس الراديكال بعمل سامبليفيكاسيون لكل راديكال لوحده حتى اعمل سامبليفيكاسيون ل 0.12 بما انه في عندي فيرجل بكتب اللي بقلب الراديكال سو لا فورم دان اونتيي ملتيبليي بار اون بويسونس دو 10 دو ميم اوسي 0.0048 بكتبها سو لا فورم دان اونتيي ملتيبليي بار اون بويسونس دو 10 يعني بصير عندي 21 راديكال 12 فوا 10 اكسبوزون موان 2 بلس 15 راديكال 48 فوا 10 اكسبوزون موان 4 حتى كمل شغل بقسم 12 اون فاكتور برومي وبقسم 48 اون فاكتور برومي بصير عندي 21 راديكال 12 هي 2 او كاري فوا 3 فوا 10 اكسبوزون موان 2 قسمت 12 اون فاكتور برومي بلس 15 راديكال ال 48 هي 2 اكسبوزون 4 فوا 3 كمان قسمتها اون فاكتور برومي هلا ال 2 او كاري وال 10 اكسبوزون موان 2 بيطلعوا برات الراديكال لان عندهم اكسبوزون بير ال 3 بتضل بقلب الراديكال بالراديكال الثاني ال 2 اكسبوزون 4 بتطلع برات الراديكال وال 10 اكسبوزون موان 4 بتطلع برات الراديكال لان عندهم اكسبوزون بير ال 3 بتضل بقلب الراديكال يعني بصير عندي 21 وطلعت ال 2 او كاري بتصير 2 وطلعت ال 10 اكسبوزون موان 2 بتصير 10 اكسبوزون موان 1 وضلت ال 3 بقلب الراديكال هذا بالنسبة لأول راديكال بالتاني طلعت ال 2 اكسبوزون 4 بتصير 2 او كاري وطلعت ال 10 اكسبوزون موان 4 بتصير 10 اكسبوزون موان 2 وبتضل ال 3 بقلب الراديكال
هلا حتى كمل كالكول عندي 21 فوا 2 فوا 10 اكسبوزون موان 1 بتطلع سي ايجال 4.2 وعندي 15 فوا 2 او كاري فوا 10 اكسبوزون موان 2 هي 0.6 بصير عندي 4.2 راديكال دو 3 بلس 0.6 راديكال دو 3 بما انه عندي نفس الراديكال هيدول بقدر اجمعهم بجمع الكوفيسيون 4.2 بلس 0.6 هذا سي ايجال 4.8 راديكال دو 3 هيك نحن كمان بنكون شفنا كيف بنعمل اديسيون دو راديكو ننتقل على بارتي جديده حتى شوف كيف بعمل روند راسيونال للدينوميناتور دان كوسيون بيعرف لي اول شيء شو يعني روند راسيونال بيقول لي روند راسيونال للدينوميناتور دان كوسيون سي ريفيان ا تروفي ان كوسيون كي لوي ايغال دون لي دينوميناتور ايت ان نومبر راسيونال يعني حتى اعمل انا روند راسيونال للدينوميناتور بدي اكتب الدينوميناتور سو لا فورم دان نومبر راسيونال يعني بدي شيل الراديكال من قلب الدينوميناتور شو بعمل حتى شيل الراديكال من قلب الدينوميناتور بيقول لي pour trouver ces quotients il suffit de multiplier les deux termes يعني النوميراتور والدينوميناتور par la partie conjuguée des dénominateurs يعني حتى شيل الراديكال من الدينوميناتور بضرب الدو تيرم للكوسيون يعني بضرب النوميراتور والدينوميناتور par la partie conjuguée des dénominateurs que ça veut dire la partie conjuguée des dénominateurs. بيقول لي أول شيء الكونجوغي للراديكال دو A هي راديكال دو A نفسها. Et aussi الكونجوغي لل A plus B هي A moins B. Et aussi الكونجوغي لل A moins B هي A plus B. يعني إذا كان عندي أنا راديكال دو A راديكال دو A الكونجوغي لألا هي راديكال دو A. ال A plus B الكونجوغي تبعها هي A moins B وال A moins B الكونجوغي تبعها هي ال A plus B. بنشوف اكزامبل كيف نعمل روند راسيونال بيقول لي روند راسيونال للدينوميناتور دي كوسيون سويفون عطيني 5 كوسيون بدي اعمل لهم روند راسيونال للدينوميناتور رح اخذ انا اول كوسيون اللي هو 5 سو راديكال دو 2 حتى اعمل روند راسيونال انا بتطلع بالدينوميناتور بس انا بدي اعمل روند راسيونال بس للدينوميناتور بتطلع بالدينوميناتور اذا هو عبارة عن راديكال واحد يعني ما في عندي اديسيون وسوستراكسيون بضرب بنفس الراديكال حتى اعمل روند راسيونال ولكن انا بضرب بنفس الراديكال النوميراتور والدينوميناتور يعني سي ايجال 5 سو راديكال دو 2 وبضرب النوميراتور والدينوميناتور براديكال دو 2 بالنوميراتور بصير عندي 5 راديكال دو 2 بالدينوميناتور راديكال دو 2 فراديكال دو 2 هي راديكال دو 2 او كاري راديكال دو 2 او كاري سي ايجال 2 بلاحظ انه وضع عندي راديكال بالدينوميناتور هيك انا بكون عملت روند راسيونال للدينوميناتور يعني انا هون عندي راديكال بالدينوميناتور ما في عندي اديسيون سوستراكسيون البارتي كونجوغي للراديكال هو الراديكال نفسه لك انا بضرب النوميراتور والدينوميناتور بالراديكال دو 2 اللي هي الكونجوغي للراديكال دو 2 بيروح الراديكال من الدينوميناتور يعني انا بكون عملت روند راسيونال للدينوميناتور اكزامبل الثاني اذا عندي 9 سور 2 راديكال دو 3 كمان هون بالدينوميناتور ما عندي اديسيون سوستراكسيون بدي اضرب بالبارتي كونجوغي للراديكال دو 3 اكيد الدو ما لها علاقه بضرب بالبارتي كونجوغي للراديكال دو 3 اللي هي راديكال دو 3 يعني بيطلع سي ايجال 9 سور 2 راديكال دو 3 وبضرب النوميراتور والدينوميناتور بالبارتي كونجوغي للراديكال دو 3 اللي هي راديكال دو 3 بالنوميراتور رح يصير عندي 9 راديكال دو 3 بالدينوميناتور رح يصير عندي 2 راديكال دو 3 فوا راديكال دو 3 بضرب راديكال دو 3 فوا راديكال دو 3 هي راديكال دو 3 او كاري راديكال دو 3 او كاري سي ايجال 3 يعني بيصير عندي بالدينوميناتور 2 فوا 3 هلا حتى كمل بما انه عندي كوسيون يعني فيني اعمل سامبليفيكاسيون اون بي سامبليفي بار اكزومبل 9 و 3 اكيد اون بي با سامبليفي 3 اي 3 هذه 3 بقلب الراديكال هي 3 برات الراديكال انا بقدر اعمل سامبليفيكاسيون لل 9 و 3 بفضل عندي 3 بالنوميراتور يعني سي ايجال 3 راديكال دو 3 سور 2 بلاحظ انا بالدينوميناتور ما بقى عندي راديكال هيك انا بكون عملت روند راسيونال للدينوميناتور اوسي ان اوتر اكزومبل 5 سور راديكال دو 20 انا حتى اعمل روند راسيونال للدينوميناتور لهيدا الكوسيون لازم اضرب الدينوميناتور بالكونجوغي يعني مبدئيا لازم اضرب انا النوميراتور والدينوميناتور بالكونجوغي للراديكال دو 20 اللي هو راديكال دو 20 ولكن انا فيني قبل اعمل سامبليفيكاسيون للراديكال دو 20
كيف فيني أعمل simplification للراديكال de 20؟ فيني أقسم ال 20 en facteur premier. يعني 5 sur radical de 20 هي 5 sur radical à 2 au carré fois 5. طلع 2 au carré برات الراديكال بصير عندي 5 sur 2 radical de 5. هلا هون السيت دينوميناتور irrationnel. Pour rendre les dénominateurs rationnels, il faut multiplier les numérateurs et les dénominateurs par les conjugués des dénominateurs. أكيد 2 ما على علاقة. الراديكال de 5 الكونجوجي لها هو راديكال de 5. يعني بضرب النوميراتور والدينوميراتور براديكال de 5 بصير عندي 5 راديكال de 5 بالنوميراتور وبالدينوميراتور عندي 2 راديكال de 5 فوا راديكال de 5. راديكال de 5 فوا راديكال de 5 هي راديكال de 5 او كاري ستادير 5. يعني بالدينوميراتور بصير عندي 2 فوا 5. اون بي سامبليفيي بار 5 بيطلع عندي راديكال de 5 سور 2. اوسي ان اوتر اكزومبل 14 sur 3 plus radical de 2. كمان هون عندي الدينوميناتور بقلبه راديكال. ولكن بما انه الدينوميناتور هو سورة فورم A plus B الكونجوغي لل A plus B هي A moins B. يعني حتى اعمل روند الراسيونيل بدي اضرب النوميناتور والدينوميناتور بالكونجوغي لل 3 plus radical de 2 اللي هي 3 moins radical de 2. دائما اذا الدينوميناتور سورة فورم A plus B الكونجوغي لقلو هو A moins B. يعني الكونجوغي لل 3 plus radical de 2 هو 3 موان راديكال de 2. بضرب انا النوميراتور والدينوميراتور حتى احافظ على الايجاليتي. انا اللي بدي اعمله هو روند الراسيونال للدينوميراتور. النوميراتور ما في داعي اعمل ملتيبليكاسيون. يعني ما في داعي اضرب انا ال 14 بال 3 موان راديكال de 2 واعمل ديفلوبمون. بخليه 14 فاكتور 3 موان راديكال de 2. بالدينوميراتور عندي 3 بلس راديكال de 2 فاكتور 3 موان راديكال de 2. الدينوميناتور بعمل ديفلوبمون. عندي A plus B فاكتور A moins B تطلع هي A2 moins B2. دائما انا بس اعمل روند الراسيونيل وعندي الدينوميناتور سورة فورم A plus B بضربه ب A moins B حتى طلع A2 moins B2. صار عندي A2 moins B2 يعني صار عندي بالدينوميناتور 9 moins 2. الكاري لل 3 هي 9 والكاري للراديكال de 2 هي 2. وبلاحظ انا بالنوميراتور ما عم بعمل ديفلوبمون عم خليه مثل ما هو. هلا 9 موان 2 ايجال 7 بصير عندي 14 فاكتور 3 موان راديكال de 2 سور 7 اون بي سامبليفيي بفضل عندي 2 بالنوميراتور بيطلع سي ايجال 2 فاكتور 3 موان راديكال de 2. بكون انا عملت روند راسيونال للدينوميراتور الدينوميراتور ما بقى قلبه راديكال. هلا حتى اكمل انا فيني اعمل ديفلوبمون بصير عندي 6 موان 2 راديكال de 2. بالبارتي 5 عندي راديكال de 2 سور 3 موان 2 راديكال de 2. حتى اعمل روند الراسيونيل هون الدينوميناتور سو لا فورم A موان B. اذا الدينوميناتور سو لا فورم A موان B الكونجوغي له هو A بلس B. يعني بضرب النوميناتور والدينوميناتور بالA بلس B اللي هي 3 بلس 2 راديكال de 2. بصير عندي بالنوميناتور راديكال de 2 فاكتور 3 بلس 2 راديكال de 2 بالدينوميناتور 3 موان 2 راديكال de 2 فاكتور 3 بلس 2 راديكال de 2. الدينوميناتور بما انه انا ضربت الـ A موان B بـ A بلس B الفورم ديفلوبي لإلو هو A2 موان B2. يعني الفورم ديفلوبي للدينوميناتور هو 3 أو كاري A2 موان 2 راديكال de 2 أو كاري اللي هي الـ B2. هلا انا هون كمان عملت ديفلوبمون للنوميناتور مع انه ما في داعي انا اعمل ديفلوبمون للنوميناتور. فيني خلي النوميناتور فاكتوريزي يعني بهالشكل. انا بهمني الدينوميناتور انه يصير راسيونال يعني شيل الراديكال من الدينوميناتور. ضربنا بالبارتي كونجوغي لل 3 موان 2 راديكال de 2 اللي هي 3 بلس 2 راديكال de 2 لان عندي انا الكونجوغي لل A موان B هي A بلس B. بصير الدينوميناتور سو لا فورم A موان B فاكتور A بلس B اللي هو بيساوي A2 موان B2. النوميناتور فيني خلي فاكتوريزي وفيني اعمل له ديفلوبمون. هلا بكمل الكالكول 3 او كاري هي 9 و2 راديكال de 2 او كاري عندي 2 او كاري هي 4 والراديكال de 2 او كاري هي 2. بصير عندي 4 فوا 2 يعني ايجال 8. يعني بصير عندي 3 راديكال de 2 بلس 4 النوميراتور و 9 موان 8 سي ايجال 1. صار عندي انا الدينوميناتور راسيونيل راح الراديكال من الدينوميناتور بتصير هيدي الاكسبريسيون بتساوي 3 راديكال de 2 بلس 4. هيك نحن بنكون خلصنا هيدي البارتي من الكور. شفنا كيف بنعمل سامبليفيكاسيون للراديكال. شفنا كيف بنعمل اديسيون دو دو راديكو.
شفنا كيف نعمل روند راسيونيل للدينوميناتور دان كوسيون. ميرسي بور فوتر اتونسيون.